أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتناول الموضوعات التي سوف نتطرق إليها في هذا الأسبوع لمادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم طلابي وأحبائي طلاب الصف السادس. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف الخاصة بهذه الوحدة. أولاً بيان موضوعات الوحدة، وثانياً توضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي التواصل، المفهوم ذات الصلة الغرض، السياق العالمي الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة، منها المرسل، منها نص الرسالة، منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه. أنواع الرسالة: رسالة ديوانية، رسالة إخوانية، ورسائل أدبية. والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل، وذلك من خلال البريد. وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفوياً، وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي، والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى اختبار حول أنواع الجموع. فقد تطرقنا سابقا إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وقلنا أن جمع المذكر السالم هو الجمع الذي يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون، ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. من الأمثلة على ذلك: معلم، معلمون أو معلمين، مهندس، مهندسون أو مهندسين. أما جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء في آخره، ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. ومن الأمثلة على ذلك: معلمة، معلمات، كرة، كرات. أما جمع التكسير هو الجمع الذي تتكسر حروف مفردة إما بزيادة أو نقصان. من الأمثلة على ذلك كأن نقول جمع رجل، رجال، وجمع كتاب، كتب، وطفل، أطفال، ووردة، ورود. وفي هذا الأسبوع أيضا عزيزي الطالب سوف نتناول قراءة درس بعنوان رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني. في هذا الدرس هو تطبيق لنوع من أنواع الرسائل. سنقوم عزيزي الطالب بقراءة قراءة جهرية معبرة، ثم نبين معاني الواردة في هذا الدرس. وتحظى رعاية الشباب باهتمام خاص من جلالة الملك عبد الله منذ تولية سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية. فقد شرع آنذاك بتوجيهاته السامية لبذل كل جهد ممكن للنهوض بالشباب الأردني وتنمية قدراتهم، تلبية حاجاتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية. وفي هذا الدرس يوجه جلالة الملك رسالة وبعض التوصيات للشباب. سنقوم عزيزي الطالب بالتعرف عليها والتفصيل أثناء شرح هذا الدرس. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الحادي عشر. شاكرة لكم حسن استماعكم أعزائي وأحبائي الطلبة. ولا تنسى يا عزيزي الطالب أن في هذا الأسبوع أيضا ستقوم بإجراء اختبار قراءة لدرس رسالة إلى ولدي، وأيضا اختبار إملاء. فعليك عزيزي الطالب أن تراعي وتطبق القواعد الإملائية التي تطرقت إليها سابقا.
كعلامات الترقيم وكتابة همزة الوصل وهمزة القطع، ومراعاة كتابة الهمزة المتوسطة بالشكل الصحيح. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.